اليوم سأشارك معك 10 نصائح ستفيدك اليوم قبل الغد، لأنها مقدمة من أنجح رجال الأعمال في كل العصور. ودعونا نبدأ بدون مقدمات مع النصيحة الأولى من ريتشارد برانسون، وهو ملياردير بريطاني. يقول: استغل الفرصة المتاحة لك بأي طريقة ممكنة. إذا كان شخصا ما وفر لك فرصة رائعة لكنك لست متأكد من أنك يمكن أن تفعل ذلك، قل نعم ثم اذهب وتعلم كيفية القيام بذلك في وقت لاحق. ولهذا فائدتين: الأولى أنك ستستغرق وقت أقل من الأشخاص الآخرين، لأن الحاجة أم الاختراع. الفائدة الثانية: ستتدرب على المخاطرة والثقة في قدراتك. أما النصيحة الثانية فهي مقدمة من ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، ويقول: ابدأ صغيرا، فكر بشكل كبير، ولا تقلق على أشياء كثيرة في نفس الوقت. ابدأ بالأمور البسيطة أولا، ثم تقدم إلى الأشياء الأكثر تعقيدا. وأظن أن ما قاله ستيف جوبز واضح ولا يحتاج لأي تفسير، لكن سنعمل مستقبلا في القسم الخاص بكتب غيرت حياتي على كتاب يشرح أهمية التركيز على الخطوات البسيطة وما مدى تأثيرها. النصيحة الثالثة وهي مقدمة من جاك ما، مؤسس موقع علي بابا للتسويق وواحد من أهم رجال الأعمال في الصين، ونصيحته كالتالي: في الحقيقة هذه مقولة وليست نصيحة. هناك دائما جانب مضيء، اليوم قاسي والغد صعب، لكن بعد غد جميل. أما النصيحة الرابعة فهي مقدمة من بروس واين، وهذا الأخير يقول: لا تخاف من أن تكون أول من يقوم بشيء ما، كل شيء يبقى مستحيل حتى يقوم شخصا ما بفعله. أما النصيحة الخامسة فهي مقدمة من لاري إليسون، المدير التنفيذي لشركة أوراكل للبرمجيات، ونصيحته كالتالي: عندما تبتكر وتبدع عليك أن تكون جاهزا للناس وهم يصفونك بالجنون. وهذا قد يبدو لك غير صحيح أو مبالغ فيه، لكن مع الأسف شيء صحيح، والدليل على ذلك العالم نيكولا تسلا عندما قام باختراع آلة وأثبت للناس أنه يتحكم فيها عن بعد. وصفه الناس بالجنون وأنه مخادع، لأنه قام بوضع قرد داخل تلك الآلة ليتحكم بها. أما النصيحة السادسة فهي من كارلوس سليم، وهو رجل أعمال مكسيكي من أصول لبنانية، ونصيحته مميزة جدا، وهي كالتالي: إذا كنت تعيش قصد إرضاء الآخرين فأنت ميت. أما النصيحة السابعة فهي من ويليام روزنبرغ، مؤسس سلسلة مقاهي دونتس، وهذا الشخص يقول: لا تخف أبدا من الفشل والأخطاء، أريني شخص لم يفشل ولم يرتكب أي خطأ وأنا سأريك شخص لم يفعل أي شيء. والنصيحة الثامنة من العملاق ستيف جوبز مجددا، وهو يقول: النجاح الفردي أكذوبة، وراء كل إنجاز عظيم أشخاص خلف الكواليس. وقد تقول هنا أن يمكن الإنسان أن ينجح لمفرده، نعم سينجح، ولكن ستيف جوبز يقول لك إنجاز عظيم أي إنجاز ضخم جدا. النصيحة التاسعة وهي من سياسي سابق وينستون تشرشل، رئيس سابق للولايات المتحدة الأمريكية، ونصيحته مرعبة بعض الشيء لكن صحيحة، وهو يقول الآتي: إذا كنت تسير في الجحيم لا تتوقف لتستريح، لأنك ستحترق أكثر. النصيحة العاشرة من هنري فورد، مؤسس شركة فورد للسيارات، وهو يقول التالي: إذا كنت تعتقد أنك تستطيع أو أنك تعتقد أنك لا تستطيع فأنت في كلتا الحالتين محق. وأخيرا هناك نصيحة إضافية مقدمة مني لكم، وهي كالتالي: كل هذه النصائح التي سمعتها من قبل تبقى كلمات مثل كل الكلمات التي تعرفها، ما لم تحول بعضها أو جلها إلى تطبيق على أرض الواقع. وإلى هنا أكون قد أنهيت هذا الفيديو، أتمنى أن يكون هذا النوع من الفيديوهات قد أنال إعجابكم، لذلك أرجو منكم كتابة آرائكم في التعليقات وأن تشاركوا معنا نصائح قد غيرت حياتكم أو ساعدتكم لتطوير أنفسكم. وفي صندوق الوصف ستجدون كل الفيديوهات التي لها علاقة بهذا الفيديو. وإلى هنا أقول لكم شكرا على المشاهدة، وأراكم في فيديو جديد.